مين؟ داليا. عملي شكلك مرق. شايفه دايما انت سامعه الصوت. ده ايه؟ ده البوست بتاع ايه؟ ده الصوت ده السويت بتاع امبارح. من امبارح. عامل ازاي؟ انبسطتي؟ اكسايتد جدا، كنت مبسوطه قوي وكانت حفله حلوه، فانا اصلا عامل جد بالنسبه لي فلازم يطلع كل الطاقه بقى. طبعا طبعا. انت انا اللي عرفته منك ان انت كنت جايه الاوبننج بس وقررتي تقعدي للكلوزنج وكنتي لابسه اسود في الاوبننج. وانا كانوا سالوني على الريد كاربت قالوا لي حاسه ان هيبقى في الوان ايه، قلت ناس قليله قوي هتلبس اسود، فانت وير وان اوف القليلين اللي لبسوا اسود. النهارده هتلبسي ايه؟ النهارده هلبس بينك. بنتك هتنبسط بيك يا؟ بنتي بتحب البينك قوي وهي اللي قررت ان انا البس اسود على فكره في الريد كاربت في الاوبننج. انا سالتها ريتا، انا قررت ان هي اللي هتقرر اللون. ريتا قالت لي اسالني لون ابني، مامي جرين اور بلاك. اخترت. طب وانتي جايه عارفه هتعملي ايه في شعرك والميك اب؟ لا خالص، انا انت بتيجي بحاجات صغيره. الناس كلهم بصراحه هايلين قوي فعلا، كلكم بجد بتشكروا فيهم حقيقي. كلهم يجننوا يجننوا، مستحملين حاجات صعبه قوي اكتر مننا بكتير. بريشر قوي قوي عليهم كلهم، وصدقني علينا احنا كمان والله. فبقول الفستان عامل كذا، شكله يبقى عامل كذا، فهو بيقول لي بس سيب نفسك. والميك اب كمان، الميك اب كلهم هايلين بشكل مش طبيعي، وده بالنسبه لي حدث رهيب. انا فعلا كل حقيقي كلكم بتشكروا، وهما فعلا مضغوطين. انا هنا من الصبح وشايفه دخول خروج دخول خروج بالظبط لحد بالليل. وانت ساعات بتعمله مرتين؟ مرتين احنا بنعمل، مرتين مش ساعات احنا بنعمل، مرتين الصبح عندنا انترفيوز كتير وتصوير حاجات، وبعدين بعد الظهر الريد كاربت. طب وقولي لي ايمان، لما اخترتي لون البينك انت، انا اصلا بتابعك يعني، انت مش ما بحسكيش قوي من اللي هو البينك والاورنجز وال انت اكتر. بس انا لبسته في اوبننج حاجه كانت مش فاكره حاجه في الاسبوع اللي فات، عجبني قوي وانا لابسه وعجبني قوي في الصور، فحسيت ان واي نوت يعني افك شيء. انا بحب الاسود دايما، بلبس اسود طول الوقت بحب فقلت لا هعمل كده يعني. انا متاكده انك زي القمر والله بجد. اي ويش يو لك بجد والله. ثانك يو فيري ماتش. انا عارفه انت مستعجله و ثانك يو حبيبتي. ثانك يو ثانك يو انسي.